وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أسعد الله صباحك نادية. يعني بكل تأكيد ما بعد ما ترقبناه من قرار الفيدرالي الأمريكي وقام برفع الفائدة، تم أيضا لدينا هناك فتح الباب أمام تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكنه ذكر أيضا بأن سياسة التشديد النقدي من السابق لأوان أن نتحدث عن إيقافها خلال هذه الفترة أيضا إلى حين الوصول للمستهدفات. ما الذي نقرأه من هذه التصريحات اليوم، وكيف هو المتوقع بالنسبة لتحركات الدولار والأسواق الأمريكية؟ صباح الخير سالي. نعم بالفعل الدولار أمس يعني تراجع بنسبة كبيرة، ورأينا أيضا في تحركات الأسواق أن أسواق الأسهم أيضا تراجعت يعني في هذا النطاق الضيق بسبب يعني مخاوف أو إعلان جيرومي باول إلى مخاوف الركود الاقتصادي، ولذلك قال يعني باجتماع سيكون المعدلات based on الإيكونوميك indicators والتي هي ستكون المحور الرئيسي الآن لتخطي هذه عملية رفع أسعار الفائدة، وأيضا أنه هو يحاول يعني في soft landing طبعا، ولكن معدلات أو يعني الترقب من الركود ما زال big source ممكن نشوفه في الوقت الحالي. نعم نادية، يعني بكل تأكيد نحن اليوم على ترقب أيضا لقرار المركزي الأوروبي وتسعير الأسواق أيضا لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، لكن برأيك في ظل المعطيات وما شاهدناه مؤخرا من أزمة القطاع المصرفي، هل من المتوقع أن نلمح بعض الإشارات المغايرة خلال الفترة المقبلة بالنسبة لقرار المركزي الأوروبي أيضا؟ يعني ساري سي ام اي ريبورت 80% انه هم سيرفعون الفائده ب 25 نقطه اساس في اجتماع اليوم، وذلك ايضا بيس على البيانات الاقتصاديه، ولكن يعني مقارنه بالولايات المتحده الاتحاد الاوروبي يشهد ضعف في النمو الاقتصادي ولا يزال التضخم عالي يعني مقارنه مع الدول الاخرى، خصوصا مع يعني قطاع الانرجي اللي هو او الطاقه الذي يضغط على ايضا اليورو وتحركات اليورو. طبعا راينا ان اليورو امس استفاد من ضعف الدولار، ولكن اليوم تحركاته ستكون من قرارات المركزي الاوروبي. نعم فعلا هذا ما لاحظناه أيضا من الارتداد من التداولات الصباحية اللي لاحظناها بمكاسب، ولكن عاد وارتد إلى النطاق الأحمر خلال هذه الجلسة. نادي، يعني الكل يتساءل اليوم بالنسبة لتحركات الذهب من بعد ما شاهدنا التراجعات على مؤشر الدولار، يبدو بأن الذهب ما زال هو الملاذ الآمن اليوم للمستثمرين في ظل الضغوطات اللي عم نشهدها من البيانات الاقتصادية وأيضا المخاوف من الركود الاقتصادي. كيف نقرأ التحركات أيضا خلال الفترة المقبلة بالنسبة للذهب أيضا؟ طبعا رأينا الذهب يعني ارتفع بسرعة جدا أمس، يعني 80 دولار من أمس إلى اليوم إلى مستويات 2080 وكسر مقاومات جدا يعني strong resistance levels، وذلك بسبب مش بس يعني تصريحات الفيدرالي أمس، ولكن أيضا مع احتمالية باك ويست للانهيار، ذلك أيضا دعم أسعار الذهب، وأيضا الأسواق تسعر الآن تثبيت أسعار رفع يعني الفائدة في هذا النطاق، لذلك نشهد الذهب يرتفع بهذه القوة القياسية التي رأيناها أمس. نعم نادية، أيضا ما نلاحظه خلال الجلسات الماضية والضغوط البيعية اللي شهدناها على أسعار النفط ووصل لأدنى مستوياته في عام ونصف تقريبا، برأيك اليوم قرار تطبيق قرار الخفض الطوعي بالنسبة لأوبيك بلس، هذا الأمر يعني إلى متى سنشهد ردة الفعل القوية والارتفاعات بالنسبة لأسعار النفط كما كان متوقعا؟ يعني قرار الفيدرالي تم اتخاذه وكما هو متوقع بالنسبة ضعف للدولار، وأيضا بالنسبة لقرار أوبيك بلس، برأيك إلى متى سنشهد هذاك الزخم بالنسبة لأسعار النفط؟
طبعا يعني مسح الاويل برايسز كل الجينز التي تسببها في بعد يعني تدخلات اوبك بلس، حتى دبليو تي اي كان تحت $70، ولكن مع الانخفاضات الذي يعني يبدأون في تعاملاتها ممكن ان نشهد ارتفاع بسيط، ولكن المحرك الرئيسي لاسعار النفط الان في الصين والبيانات الصينية التي تأتي ادنى من مستويات الـ50 التي تقرأ يعني انخفاض في نمو الاقتصاد، لذلك البيانات التي شهدناها في بداية الأسبوع من الصين المديري المشتريات التي جاءت جدا سلبية وتحت الـ50 هي التي ضغطت على أسعار النفط ليصل إلى ما تحت الـ80 و WTI ما تحت الـ70. فيعني التفاؤل يدل أنه ممكن أن نشهد تصحيح للأبسايد مع الكاتس التي سنشهدها الآن، ولكن يعني في ضغط كبير على أسعار النفط من في ظل البيانات الاقتصادية التي تأتي سلبية من مش بس الصين ولكن دول أخرى يعني، ولكن مع السفر والترافل سيزن في الصيف ممكن برضو أن نشهد أن أسعار النفط ممكن أن ترى أبتك. هذا صحيح نادية البلاسي محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا.